السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما أنا متعود مع حضراتكم، العصافير عندي لما بتيجي تاكل أي نوع من الأكل جديد على طول بعرضه على حضراتكم علشان خاطر كلنا نستفيد إن شاء الله ونفيد العصافير عندنا، وفي نفس الوقت نوفر من الأكل اللي إحنا بنقدمه للعصافير اللي هي الحبوب. فطبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، أنا حاطط قدامهم إيه؟ حتة بطاطساية مسلوقة، بطاطس مسلوقة يا جماعة، لا عليها ملح ولا عليها أي حاجة خالص. يعني جبت البطاطساية وقسمتها 4 أرباع وقدمتها العصافير، وشلت من قدامهم اي اكل خالص، لا بيركم ولا فلارس ولا اي حاجه خالص. وزي ما حضراتكم شايفين كده، الاول وقفوا ان هم يتعرفوا عليها، وبعد كده ان شاء الله الحمد لله بداوا ان هم يلقطوا منها. وقبل ما اقدمها للكوكتير كنت مقدمها لعندي للعصافير الروز، ولقيت الحمد لله الروز مخلصها خالص، ورحت مقدم له حته تانية كان نصها، وهوريها لحضراتكم دلوقتي. وطبعا كنت موري حضراتكم قبل كده في فيديوهات قبل كده سابقه كتير ان انا مقدم عندي الرز للعصافير، ووريت حضراتكم كتير وهما بياكلوا عندي الرز الابيض والرز بشعريه، والحمد لله عليهم اقبال. يعني دلوقتي بقى في اقبال جامد جدا وهما بياكلوا الرز. زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي الرز لما اكلوا، ادي ده كانوا الاولانيه ما كبتش بقى منها حاجه خالص، تنتفه صغيره. ودي ادي الربع البطاطسايه، تمام، كانوا نصها، تمام، ادي حته باينه اهي قوي اهي من الاولانيه. فهم الحمد لله كمان الرز بدا ان هو ياكل عندي البطاطس المسلوقه، وطبعا دي حاجه كويسه، ماده غذائيه كويسه جدا ليهم اكيد. وطبعا نكمل فيديو بقى بالنسبه للاكل اللي بقدمه عندي العصافير. زي ما حضراتكم عارفين طبعا، على طول الوجبه عندي الاساسيه اللي بديها لهم اللي هو بيركم وفرارس، ده كلنا بنقدم بيركم وفرارس لا غنى عنه، ولكن دلوقتي بقتش اكتر منه. يعني مش للدرجه، لا انا بقدم لهم بيركم وفرارس الصبح، وبعد كده بشيله من قدامهم واحط، مره احط قمح اللي هو قمح منقوع، مره احط قمح وذره، مره احط زي ما حضراتكم شايفين مثلا ادي البطاطس اللي ان شاء الله اول مره اجربها، بحط رز، تمام، احط لهم بيض. الحاجات دي كلها بتساعد مع الحبوب، وفي نفس الوقت طبعا بتبقى مكمل غذائي ممتاز ليهم، يعني تبقى افضل كتير طبعا من البيركم والفلارس. طبعا اول ما جيت حطيتها بصيت لقيتهم بقى يعني ايه خايفين منها وبيتعرفوا عليها من بعيد، وبعدين لما ما لقوش بقى غيرها في القفص بدأوا ان هم رايحين جايين عليها ويلقطوا منها. يعني مسافة 2 3 ساعات ان شاء الله مش هتلاقيها خالص. هتيجي تحطها بعد كده بقى يعني اقسم يوم يومين وابدا احطها تاني، هتبص عليها اقبال. يعني سبحان الله العصافير في اول مره بتيجي تحط لها الحاجه تبص تلاقي يعني تبقى ايه بتنقنق منها كده حاجه بسيطه جدا، لكن بعد كده تيجي تقدمها لهم بياكلوها كويس. وزي ما حضراتكم شايفين كده الحمد لله هم بداوا ياكلوها، والجوز التاني برضه الحمد لله بدا ان هو ياكلها. وهم يعني الملحوظه دول ما عندهمش، اللي فوق دول ما عندهمش زغاليل والحمد لله بياكلوا منها، انما اللي تحت عندهم زغاليل وبرضه الحمد لله بياكلوا منه. بشكركم جدا، بتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. بص الذكر هو زايف ازاي يا جماعه، بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين الذكر بيعمل ازاي لما يكون زايف؟ بسم الله ما شاء الله. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم لأول مرة يشرفنا في القناة الاشتراك في القناة، طبعا فضلا ليس أمرا، واللايك الجميل من حضراتكم اللي بيسعدني جدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.